السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ناجي. هحكي لك حدوتة صغيرة قوي. راجل حصل في العهد إيه، في السلف الصالح زمان يعني. راجل دخل على مراته الجميلة اللي بيحبها جدا، لقاها بتعيط. إيه يا حياتي، في إيه؟ قالت له أنا خايفة من ربنا قوي. ليه؟ قالت له أصل العصافير اللي على الشجرة قصادنا ديت بتبص عليا وأنا بكون لابسة خفيف، وأنا إيه خايفة إيه اكون بعمل معصيه. الراجل طبعا قلبه رق وحن، لو راجل من اليومين دول هيهبلها طبعا في السرير على طول. الراجل قلبه حن ايه، فنزل راح قطع الشجره وقال لها نامي هنيئا مريئا. ولا وكان فرحان، مراته الخايفه على شرفه وبتخاف ربنا في العصافير انها تبص عليها. بعدها بيومين دخل عليها لقاها نايمه مع عاشقها. الراجل جات له صدمه، ما قدرش يمسك نفسه فهجم البلد، راح بلد تانية. في مرة لا هيصة وزنبلطة، فبيسأل في ايه اللي حصل. قالوا ده ايه، فلوس الملك اتسرقت. ولقى بص كده شوية، لقى واحد ايه راجل كبير كبارة كده وماشي على طراطيف صوابعه. فبيقول لهم مين ده؟ قال لهم ده حضرة القاضي. وماشي كده ليه؟ قال لهم اصل بيخاف اللي يدوس على نملة فيقتلها. قال لهم طب ودوني للملك، انا عرفت مين الحرامي. فراح للملك قال له انت عارف لو ما قلتليش مين اللي سار هعمل فيك ايه؟ قال له رقبتي دونات، رقبتي قصادك اللي انا هقوله. قال له مين الحرامي؟ قال له القاضي. قال له ازاي؟ قال له استجوب واعرف. المهم فعلا جت الشرطه استجوبته، وبعد الضغط عليه اعترف ان هو السرق. فجه سالوه انت عرفت منين ان هو ايه القاضي؟ قال لهم مش بالاخص هو القاضي، هو اي حد افور او زاد في التقوى اعرف ان هو بيداري على حاجه. يعني لما هو بص لمراته اللي هي خايفه من نظره العصافير ليها عشان لابسه خفيف في الاوضه، وخاف انها بتقول له انا خايف اعصي ربنا، فهو فرح. بعد شويه لقاها بتخونه فهج ما استحملش، فبقى قاعده كده زياده الطاقيه والناس اللي تقول لك لا 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 لا. اول ما تلاقي الاوفر ده قوي ابعد عن الشخص ده، ابعد عنه، من الشخصيات السامه. بيكون محضر مكائد لا تخفيها، او ده اللي يتقال عليه وما خفي كان اعظم، اللي هو الناس اللي تدعي التقى والورع والايمان وزياده عن اللزوم، يعني مش انسان طبيعي. ايه اللي خايف يمشي يدوس على نمله؟ وايه اللي خايفه تشوف مكسوفه العصافير تبص عليها؟ دايما خد في بالك ان زياده الشيء اللي يزيد عن حده بتقلب ضده. هنا بقى، هنا الشيء اللي يزيد عن حده بيبقى وراه مصيبه، شكلك عامل عاملة. يعني زي ما يكون العيل كده ليه ايه، الواد داخل على ابوه يا بابا وانا بحبك، تقول له اللي بعده اللي بعده، يعني هات من الاخر، هات من الاخر. كلنا كنا كده بنعمل المصيبة ومش عارفين نقولها ازاي لابهاتنا، ونقعد نعمل اي حاجة تحسن الصورة. بس ده كان صغير، انما في العالم الكبير ما ينفعش. لما تلاقي حد مدعي الورع والايمان والتقوى زياده عن اللزوم، اعرف ان ده على مصيبه، في مصيبه جايه من وراه. هتقول لي لا مش كل الناس، انت ما تعرفش كل الناس. لا مش هقول لك الله، يعني هو الله اعلم، بس مش هقول لك لا انت عارف بكل الناس. كم الحوادث، فلان اللي ما توقعوش يعمل حاجه فوجئت انه بيعملها، انه سرق، انه اغتصب، انه اتحرش، انه كان. يعني مين فينا ما عندوش صدمه في حياته؟ ده على الاقل صدمه واحده في شخص ما كانش يتوقع انه يعمل حاجه زي كده، سواء كان الشخص ده قريب منك ولا بعيد، ولا سمعت عنه، ممكن يكون حد مشهور، حد كذا، وتقول هو كان ناقصه ايه. هو ده في النفس، ده النفاق. ما هو النفاق ده مش انا هنجل لك وبس واعمل لك البحر طحينه، لا، النفاق ده ان انا ادعي شيء على غير الباطن بتاعه. انا بدعي الورع والتقوى واللي 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 جوايا انا حرامي. بص وعلي، بص العربين حرامي قاعدين جوايا، وخاصه مع الشخصيات اللي بتعرف تداري على ملامح وشها ما يبانش عليها سمها، اعوذ بالله. فده مش الشخصيات السامه اللي حاول بقدر الامكان انك تبعد عنها بقدر الامكان، خد جنب منها، ما سلمش نفسك ليها، ما تسلمش ودانك، اوعى الناس تسلم ودانك دي، لان هو هيقول لك على الغلط تعمله ويحللهولك، بس بالراحه حته حته،
اول ما تقول الظروف فيناقش معاك الظروف والحياه عامله ازاي والدنيا والصعوبات والكلام ده كله، ويبدا يسالك في دي وهو عارف انها مقفوله بالنسبه لك، بس يقفل لك غير يقول لك مفيش بقى الا غير انك شوف هتعمل ايه، فيحطك قصاد الغلط بخطوه واحده ويسيبك بقى انت ونفسيتك، لا تهرب لا تعملها. فدايما ابعد عن الناس دي. دي نصيحه، انا قابلت ناس كتيره بالشكل ده، مش بحكي لك انت ممكن تقرا تفهم، بس انا ما بحكي اللي انا عشته، يعني ما بحكيش حاجه انا ما عشتهاش او ما جربتهاش، ده طبعي اجرب اشوف الحاجه دي تاثيرها ايه واتكلم عليها بعد كده. ربنا يكفينا ويكفيكم شر المنافقين. السلام عليكم.